السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالإشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب نعمل إثبات سحب جديد. ناس كتير بتسألني هل الموقع لسه صادق أو لا. عن نفسي يا شباب الموقع صادق معايا وأنا كل يوم بسحب منه، بس مبرضاش أعمل له إثبات سحب عشان في ناس بتقول إن الموقع نصب وناس حطت فلوس والموقع مدهاش والكلام ده، فأنا بطلت أعمل له إثباتات سحب. فالناس اللي بتسأل الموقع صادق ولا لا، انا هعمل لكم اثبات سحب دلوقتي واوريكم ان الموقع صادق معايا، وانا بطلت اعمل له اثبات سحب عشان الناس اللي اشتكت منه وقالت لي ما تعملش ومش عارف ايه. دلوقتي الناس بتطالبني هل الموقع صادق ولا لا، انا هثبت لكم ان الموقع لسه صادق. الموقع بيدينا 200% لمدة 76 67 ساعة. الحد الادنى للايداع هو 100 روبل، بيضيف لك الارباح كل 4 دقايق. تقدر تسحب من 5 روبل، دي اخر سحوبات واخر ايداعات يا شباب في الموقع. الموقع بيقبل بونص الفيديو كمان. طبعا احنا عارفين التسجيل ازاي في الموقع، شرحناه كتير وطريقة التسجيل فيه. هنخش الحساب على طول يا شباب. بصوا يا شباب، انا ودعت 750 روبل لغاية دلوقتي، ساحب منه 2145 روبل. تمام، الموقع عن نفسي صادق جدا مفيهوش اي مشاكل. انا دخلت كده، لو دخلت هنا على الايداعات هنا يا شباب الارباح اللي بتضاف لك كل 3 دقايق او 4 دقايق. هنا يا شباب الودائع بتاعتي، بصوا ادي 1 2 3 4 5 6 ودائع مفهومش اي مشكلة، وسحبوا معايا كويس جدا. والوديعة الستة شغالة اهي، السبعة شغالة اهي، لسه وديعها امبارح. تمام، عندنا في الرصيد هنا يا شباب زي ما انتم شايفين 53 روبل. هنخش كده على السحب يا شباب ونعمل اثبات سحب ونشوف. وهنخش على البئير يا شباب، اخر حاجة عندنا كانت 4 روبل و95 سنت، وهعمل اثبات سحب. اهو يا شباب كده الموقع مفيهوش اي مشاكل. لو دخلنا كده على الحساب بتاعنا هنلاقي ان الرصيد اتشال من الموقع اهو. هنخش على البير ونعمل ريفريش. اهو يا شباب ال 52 روبل و50 سنت بعد عمولة البير، وبكده الموقع يا شباب صادق ومفيهوش اي مشاكل. طبعا قلنا بتسجل في الموقع، واول حاجة بتخش عليها الاعدادات، تيجي من هنا تحط رقم محفظتك وتعمل حفظ، وبعد كده بتبدأ لو انت هتودع في الموقع بتيجي من الخانة التانية ديت، بتختار الخطة اللي انت هتشتغل عليها. انصح بالخطة الاولانية اللي عايز يشتغل في الموقع اللي هي بمية روبل، بعد كده بتختار المحفظة، بعد كده بتختار المبلغ وتعمل ايداع. والسحب احنا وريناكم دلوقتي يا شباب، ومن هنا الوديعة بتاعتك اللي ظاهرة، ومن هنا الارباح اللي بتضاف لك، ومن هنا رابط الاحالة بتاعك. معلش النت بطيء شوية، بيحمل بصعوبة شوية. اهو يا شباب رابط الإحالة اهو. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. طبعا انت لو عندك قناة يوتيوب وعايز تعمل فيديوهات وتبعتها لهم، بتيجي من هنا يا شباب بتخش على هنا وتحط رابط الفيديو بتاعك هنا وتعمل له ارسال، وبيدوك عليه البونص اللي هو ايه بعد مراجعة الفيديو. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.